مشاهدينا متابعينا الأعزاء، حفلنا الكريم، تابعنا أشواط هذا الصباح ضمن هذه الشارة المقدمة من الشيخ شاهر بن أحمد بن محمد البطحري، قدمها لجميع ميادين السلطنة، قدمها أيضا في هذا الصباح لأشواط المشتركات والصعاب. تابعنا أشواط المشتركات، ونذكر بصاحبة أفضل توقيت الشاهنية علي بن محمد بن علي الزرعي اللي سجل دقيقتين وسبع ثواني. نسير هنا في انطلاقة شوط الصعاب، بسم الله وعلى البركة ينطلق هذا الشوط، شوط السيف المقدم من الشيخ شاهر بن أحمد بن محمد البطحري. أسير مع شواهين سعيد بن راشد أو الرماسة محمد بن سالم الهاشمية، يقدم لنا الرماسة في شوط السيف المركز الثاني. تتواجد هنا شواهين سعيد بن راشد الهاشمية، يقدم شواهين على المركز الثاني. أما المركز الثالث هنا تتواجد أيضا شواهين سلطان بن حميد بن علي المدهوشية على المركز الثالث، والمركز الرابع أيضا وعى سعيد بن راشد الهاشمية. ولكن الرماسة مع المقدمة، مع الانطلاق، مع الاندفاع في هذا الشوط، في شوط السيف محمد بن سالم الهاشمية، مندفع مع الرماسة، ينطلق مع الرماسة. شكرا شكرا يا زايد بن سالم الهاشمي، من يقدم هذه الأسماء تضيف النقطة الثانية في هذا الصباح لهذا الشعار. تهانينا والناموس محمد بن سالم الهاشمي على فوز الرماسة المركز الثاني. شواهين سعيد أيضا سعيد بن راشد الهاشمية، التوقيت دقيقة 45 ثانية. تهانينا والناموس.